الله 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 الله. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في روضة القرآن، وهذه الحلقة 43 بعد 143، ونحن نتحدث عن آيات من سورة الأنبياء. يعلمنا الحق تبارك وتعالى أن الحق قادم لا محالة، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، ولكن هذا الحق يحتاج إلى وقت. السيناريوهات اللي ربنا رسمها بتاخد وقت، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. إحنا مستعجلين، عاوزين نشوف النتيجة، عاوزين نشوف نهاية الظالم، عاوزين نشوف حكم عدل، عاوزين نشوف رزق حلال، عاوزين نشوف. في ناس مستعجلة، بس ربنا حكمته مش كده. وتلك الأيام نداولها بين الناس، عشان كده ربنا بيقول إيه؟ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. إمتى؟ إمتى؟ لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. هيجي يوم مش هتلاقي لك من دون الله ناصر. إمتى؟ قريب. إحنا مستعجلين، إمتى؟ بسرعة، إحنا عايزين نخلص. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينصرون. وبيجي الموت فجأة، والله العظيم يعني آلاف الناس شفناها بتموت فجأة، ما كنا نتصور أن تموت. سبحان الله، سبحان من له الدواء. كان في ناس فاكرة أنها جبروت ومش هتموت أبدا، وماتت. عشان كده ربنا بيقول إيه؟ ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. هي الناس اللي بتستهزئ دي ما كانش في ناس بتستهزئ قبلها؟ كان في، والاستهزاء بيزيد. وتجد الناس دايما لما تلعب الخمره بعقولهم ولما يغرهم الشيطان وتاخذهم من يضحكوا بقى على المؤمنين واستهزأوا، ها، واستهزأوا بيوم القيامه واستهزأوا عادي، يعني مساله مباحه. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. وبعدين ربنا بيذكرنا، قل من يكلأكم بالليل والنهار، مين اللي بيحفظكم بالليل والنهار؟ انت ساعات تبقى ماشي كده، انا مش عايز اقول لك الانسان محفوظ، وتلاقي حاجه خطفتك فجاه كده، وتلاقي عربيه كانت هتهفك، يعني مين اللي انقذك؟ قل من يكلأكم بالليل والنهار. ده انا اقول لك على سر احلى من كده. ساعات الواحد بيبقى سايق العربيه وايز، فجاه تلاقي الدركسيون حاول منك يمين او شمال، واحد خطفك فجاه، يعني لو لمسته، يعني لو ما عملتش كده كان زمانك خبطت فيه. يعني ساعات، يعني زمان كان حضره النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه لما جم يمسكوا لجام الناقه؟ يقول له النبي: دعوها فانها ماموره، سيبوها. انا ساعات والله بتخيل ان السياره ماموره، ساقول بسم الله توكلت على الله واقول دعاء الركوب، واتخيل انها ماموره، ما شاء الله كان ولا ما شاء لم يكن. صحيح انت بتاخد بالاسباب، لكن رب الاسباب فعال لما يريد، قهار من فوقك. قل من يكلأكم بالليل والنهار، مين اللي بيحفظك بالليل وبالنهار؟ قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. مين الحافظ بالليل والنهار؟ طب ما انت نايم، مفيش تعابين، مفيش هوام، مفيش جن، مفيش حاجات دخلت في ودانك في مناخيرك، مين اللي حافظ؟ قل من يكلأكم بالليل والنهار، من يحفظكم من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. ربنا حافظك وسترك، وانت تعبد غيره وتنساه. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، ولا هم لهم حد بيدافع عنهم ضدنا؟ أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم من يصحبون. هات لي إله كده أما ربنا يقول للحد يموت، حد يقول له لا مش هيموت. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر. وفي ناس طال عليهم العمر وتستغرب، اللي نشأ في عبادة الله وشاب في شيبة الله، موحد ذاكر لله، طيب القلب، مسلم، بدايته طيبة وآخره طيب، وناس عاصية مجرمة والله العظيم، وشعرها شاب وسنانها وقعت وعينها، ومجرمة ولا توحد الله عز وجل، ولم يفعل فيها الشيب إلا ضلال. عشان كده ربنا بيقول بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر. شوف ناس كده والعياذ بالله وصلوا إلى أرض العمر، ويعني المعاصي وبباب معاصيه. يعني مرة كنا في مسجد في جامع، وبعدين الراجل طالع يواهي بذنوبه، فبيقول ايه؟ انتوا فاكرين ان انتوا بتشربوا؟ ده احنا كنا واحنا صغيرين بنشرب مخدرات. طالع من المسجد، ها، راجل كبير، وكنا بنزني وكنا بنشرب مخدرات وكنا فانا قلت له ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوله ده يا حاج؟
لا يصح هذا، لا يصح ان الانسان يبالي بمعصيه لله. يقول لك كان ايام، الله يرحم زمان. انت بتترحم على المعصيه؟ انت مش ندمان على المعصيه؟ حتى لو قلت انا تبت الى الله انت كذاب، انت كذاب. زي واحده تقول لك، واحده ست الحاجه، ده انا كنت زمان بمشي بشعري كده افتن الرجاله وامشي نص كم، ماليش. ايه ده يا حاجه؟ ايه اللي بتقوليه ده يا اما؟ هو في حد بيبقى بالمعصيه؟ انت بتبقى بذنوبك؟ اللي كان بيعمل حاجه غلط يستحي من الله ولا يذكرها. زي واحد صحفي كده يقول لك، بتقول ان اللي كشف شعرها وجسمها تخش النار، ده يبقى امهاتنا وخالاتنا وعماتنا كلهم يخشوا النار. ايه ده؟ هي العيله كلها كده؟ العيله كلها كده؟ وبعدين هو الانسان اللي ماشي غلط يباهي بخطئه؟ انت فرحان بالمعصيه يعني ولا ايه؟ يعني مره يعني احدى نساء الفضليات دخلت مدرسه من مدارس الراهبات، فوجدت صوره كبيره، واحده ست شعرها ناعم ومطلعه ثدييها بترضع طفل. فالست بتسال نظره المدرسه ومين، بتقول لها ايه ده؟ فبتقول لها دي السيده العذراء ترضع طفلها. لا، سيده عذراء ايه؟ سيده عذراء كشف شعرها كده وفي منظر مثير ومطلعه ثدييها وبترضع طفل، ايه ده؟ انتوا يعني ازاي الكلام ده؟ لا والله دي رؤيه فنان. طب ايه الفنان ده اللي هيكشف الطاهره العفيفه البريئه الكريمه العظيمه السيده مريم؟ مين ده اللي يرسمها كده؟ لا، هو ده الفن. الفن ان انا ارسم واحده طهرها القران بهذا المنظر. يعني انا عايز افهم، هي مش مريم دي مكرمه؟ وعيسى ابن مريم ده مش نبي؟ يعني ازاي تكشف امه وتعرض ازاي يعني؟ انت يعني هي الناس مخها فين؟ دي رؤيه فنان. فنان ايه؟ زي ما راسمين كده في اسقف مش عارف ايه ملائكه ولهم اجنحه وثدي، والملائكه ملائكه ايه وثدي ايه واجنحه ايه؟ ايه الكلام اللي مش مظبوط ده؟ ده كلام يودي النار. من ظن ان الملائكه اناث ولها ثدي راح النار. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر. طال عليهم العمر في الفساد. أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. ربنا ضرب لنا مثل بآيات سابقة بيقول أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. رتق السماوات والأرض، كانت السماء رتقاء مجدبة لا تمطر، وكانت الأرض مقفرة مجدبة لا تنبت، ففتق الله السماء بالماء وفتق الأرض بالنبات. دلوقتي بيقول لي أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. أي أطراف من الأرض تنقص؟ أنت عندك البحار أو الأنهار بتعمل دلتا داخل الإيه؟ البحر. إذا لم تكن هناك دلتا داخل البحر وفي فيضان بيعمل لك دلتا ويبني أرض داخل البحر، فالبحر يأكل الشط. فإذا أنت بنيت السدود البحر يأكل الشط. كل سنة البحر يأكل متر، يبقى بعد 10 سنين في 10 متر ضاعوا من الشط. طب إحنا بنين فلل وشاليهات وبنين بقى يعني مصايف 20-30 سنة 50 سنة بالكتير، مش هتلاقي ولا فيلا من على الشط دول موجود. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها فهم الغالبون، وتنتقص أطراف الأرض بالموجات. بعض العلماء قال يعني إيه؟ ما هو ممكن ربنا يقصد إيه؟ أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ ما هم العلماء دول أطراف الأرض، وإذا مات العلماء المخلصون لم يبقى في الأرض إلا فسدة. ولما تبص زمان تلاقي العلماء المخلصين كانوا كتير جدا، ودلوقتي بقى عندنا آلاف المساجد، أكتر من 100,000 مسجد في الدولة الواحدة، و100,000 خطيب. دور على المخلصين اللي فيهم كده، دور على الناس الذي يستجاب منهم دعاء، دور على القائمين الليل، دور على البكائين. عشان كده أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها فهم الغالبون. إما أن تنتقص الأرض من الأطراف عند الحواف، عند الأنهار، عند البحار، حيث يأكل البحر من الشط كل سنة متر، بعد 10 سنين 10 متر، بعد 20 سنة 20 متر، المهم من 50 سنة مش هتلاقي ولا شاليه ولا فيلا من اللي على الشط ده. ده تخطيط، ده مستقبل. فكرت في الحكاية دي؟ إن شاء الله نلتقي في حلقة قديمة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله 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 الله.
الله.